أعود لكم متابعين تلفزيون دولة الكويت ومتابعين برنامج صباح الخير يا كويت، وراح نتكلم اليوم باللقاء الأول عن تقويم الأسنان. تقويم الأسنان هو أحد مجالات طب الأسنان اللي تهتم بدراسة ومعالجة عيوب أطباق الأسنان أو لعلاقات الفك غير المتناسقة بين الفكين العلوي والسفلي أو الاثنين مع بعض. طبعا هذه التفاصيل راح ناخذها اكثر مع ضيفتنا الدكتوره امنه المطوع، اخصائيه تقويم الاسنان والفكين. حياك الله ونورتنا ببرنامج صباح الخير. كل نوركم. صباح الخير دكتوره. بالبدايه نبي نتكلم عن متى الشخص يحتاج تقويم. متى يحتاج؟ لما نقول نحتاج خلينا نتفق ان تقويم الاسنان ممكن يعالج الحالات البسيطه اللي يكون مثلا سن واحد مزدحم، ليه الحالات الصعبة اللي هي التقويم الجراحي لما يكون ما في تناسق بين الفكين. طبعا احنا هذا الموضوع وايد كبير، بس خلنا نبدا بالبدايه ان احنا ننصح اولياء الامور ياخذون الطفل حق زيارته الاولى عند اخصائي التقويم في عمر 7 سنين. ليش؟ في وايد ناس عبالهم ان العمر وايد صغير، بس يكون الطفل قاعد يمر بمرحله تبديل الاسنان اللبنيه بالاسنان الدائمه، ويقدر يحدد اخصائي التقويم اذا ممكن الطفل يستفيد من العلاج المبكر. يعني في اجهزه معينه تحفز نمو الفك او تعدل تطابق الاسنان. صحيح. اذا دخلنا في هالحالات عمر مبكر ممكن نغني الطفل عن التقويم في المستقبل، نقلل من سوء الحالة، صعوبة العلاج أو حتى التقويم الجراحي. يعني نشوف خلينا نقول الولد أو شوفي عندي بنتي أنا. الله يحفظها ويحفظك. من يعني هي عمرها 8 سنين، فعندها الفك يكون أتوقع مجدم أو شيء في شيء حتى التسكيرة. فقالوا لي إحنا ما نجيس هالحين لغاية ما تعدي خلينا نقول 12 ل 14، بعدين إحنا هني نشوف إذا هي تحتاج تقويم. هو صح كلامك، اغلب الحالات لما تكون الاسنان الدائمه كلها طالعه لعمر 12 بعد، لكن ارد واقول احنا ننصح اولياء الامور ياخذون طفل في عمر 7 سنين مثل ما انت وديت انتك، عشان بس تتاكد ان الامور طيبه، ان ما تحتاج تدخل مبكر، لان اذا عدت مرحله البلوغ هذه الاجهزه اللي نقدر نستخدمها في تحفيز نمو الفك يكون خلاص ما منهم فائده. يقولون هي فائدتهم بس قبل البلوغ. نعم، يقولون ان اذا وصل الطفل سن 13 سنه يصير صعب تعديل الفك من خلال تقويم الاسنان، لان في جهاز اللي هو نفس طريقه الهيدروليك يتركب مع التقويم علشان مثلا نقول يدني الفك اللي قدام اذا كان راد لورا. فهل هالشيء صحيح؟ صح كلامك، مثل ما اردت اقول اذا في مشاكل بالفك ما في تناسق بين الفكين وايد مهم ان نستقل هذه الفتره قبل فتره البلوغ، يكون بين 10 و12 سنه، لان هذا يصير الفتره اللي نقدر نحفز فيه نمو الفك ويكون فيه منفعه من الجهاز. بعد العمر هذا يكون الجهاز ما منه فائده، وننطر لما يكمل الطفل نمو بنات 18 سنه بعدها نقدر نتدخل تقويم او تقويم جراحي. انزين، الحين التقويم اتوقع عندنا الشفاف الحين هذا الجديد، قبل كنا السيامه والهلويه بس يقول والحدايد، شنو الافضل اول شيء؟ يعني انا ما بقول القديم، بسميه تقليدي. التقليدي وفعال واحبه. بس الحين يعني انا يعني اللي يتابعوني بالانستغرام ومراجعين اللي يتعالجون عندي يدرون ان انا 99 من حالاتي اعالجهم بالتقويم الشفاف. ايش معنى التقويم الشفاف؟ اول شيء عجيب انه شفاف، تعالجين اسنانك لا من شاف ولا من درى. ثاني شيء ينشال وقت الاكل، فما في ممنوعات من ناحيه الاكل، ينشال وقت التفريش، في عمليه التفريش تكون وايد اسهل، نسبه التسوس فيه صفر، يعني مو 0% اقل وايد عن التقويم التقليدي. اذا في شيء متفقين عليه مراجعين، دكتور عالجت اسناني لا من شاف ولا من درى، الكواليتي اوف لايف ما تغير، مرتاحه، شكله يعني مو انه يعني بشع يبين. واصلا في دراسات تثبت ان حق بعض الحالات تقويم الشفاف يكون اكثر فعاليه عن التقويم التقليدي ومده العلاج تكون اقل، فانا وايد توجه الحين حق الانفيزلاين. حق بعض الحالات الشفاف في دراسات اثبتت ان حق بعض الحالات مده العلاج بتكون اكثر ب6 اشهر عن التقويم التقليدي. ست اشهر، يعني هذه اختصروا نص السنه. بالضبط. طيب الحين ما في سلبيات؟ يعني الحين سولفت عن ايجابياته. هو ما في شيء ما في سلبيات، بس المهم ان المراجع يلتزم بالتعليمات. يعني هو الحين انا وصفت ايجابياته، بس في شنو ما بقول سلبيات، بس في شيء انه لازم تلتزمين، لانه ينفسخ وينلبس من قبل المراجع، لازم تلتزمين في تلبسين 22 ساعه، من غير 22 ساعه ما راح يعطيك النتيجه المطلوبه. نعم هذا لا، ويقول لك القديم كنا بعد يجرح
الشفه يعني ساعات ممكن يجرح الخد من الداخل. إيه. بس اجين اذا التزم المراجب بالتعليمات اللي يعطيه الدكتور سواء كان تقليدي او انفيزلاين اموره طيبه. انزين طيب. واللي مسوي تجميل يلا عندك عندك لا لا عادي عندي وايد اسئله على راحتك انطلق. اللي مسوي تجميل خلينا نقول الفينير والهذول هالسوالف يقدر يسوي شو اسمه؟ احنا عاده يعني اذا بنشتغل صح او الطريقه الصح ان نقسم العلاج الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى ما تكون تقويم الاسنان، تكون المرحله الاولى العلاجات اللي ما نختلف انه لازم يعني تسويهم اللي يكون في تسوسات، مشاكل باللثه، عصب، لان خلينا نتفق اذا ما عالجتهم انه راح تصير الحاله أسوأ. عقب ما تعالج هالمشاكل تكون صحه الفم والاسنان سليمه مني نقدر نعالج تقويم، نحط كل شيء طبيعي بالمكان الصح. لما يكون الاساس صح تالي يكون التجميل، عاده التجميل تكون اخر خطوه. يعني معناته ان اللي حاطين فينير او القشره التجميليه ما يقدرون يحطون تقويم ما نقدر نقول ما يقدرون، يعتمد على الحاله. في ساعات نعالجهم بالتقويم على طول ويا الفينيرز موجودين، في ساعات نشيل الفينيرز، كل حاله تختلف. طيب اذا كانت الحاله تحتاج تقويم هل ياثر بشكل عام على اللثه؟ أريد وأقول إحنا لما نركب التقويم المعدني التقويم الشفاف ما يكون فيه مشاكل باللثة، التزمنا بالتفريش وتعليمات الدكتور. لكن حين التقويم المعدني، التقويم المعدني اللي راح يكون فيه قواعد، فيه وايرات، فيه خاتم وثابت ما نقدر يشيله المراجع. عناية خاصة يا بيرة. إيه لعناية خاصة، لأدوات خاصة، لطريقة تفريش معينة. طبعاً يعني ناخذ المراجع ونشرح له خطوة خطوة أساس بس نتفادى أي مشاكل في المستقبل اللي هي انتفاخ اللثة، تسوسات. طبعا أنا مراجعيني يدرون أن أنا بالنسبة لي صحة الأسنان أهم من صفتهم. يعني إذا ياني المراجع صحة الأسنان تعبانة نوقف التقويم، نسوي كنترول على التفريش، نراجع التعليمات، نتأكد من الأدوات، نضبط أمور التفريش. لما يصير 100% تاني نرد حق التقويم. يعني بصراحة أنا يعني أدعي له بكل خير اللي اخترع الووتر بيك، لأن حل وايد مشاكل حق أصحاب التقويم أو حتى أصحاب الفينير وغيره. صحيح صحيح، لأن الخيط يعني ما بيكون قديم بس تقليدي وشوي في صعوبة بالاستخدام. وإذا كان عندك تقويم تقليدي ما راح تقدرين تدخلين الخيط بين القواعد والوايرات، فوايد أسهل الواتر بيك. حلو. إنزين إذا خلينا نقول تجاهلت هذا الموضوع، عندي مشكلة بالفك وهذا وما سويت التقويم، هل راح يأثر علي بعدين بالمستقبل؟ يعتمد على الحالة. في لما في حالات إذا كان عدم تناسق الفكين شيء بسيط ممكن نعالج بالتقويم وما يصير يعني صعوبات أو مشاكل في المستقبل. لكن في ناس يصير وايد فرق شاسع بين الفكين، ممكن يسبب لهم آلام بالمفاصل، يسبب لهم مشاكل بالأكل، يسبب لهم مشاكل بالنطق. وعادة الحالات اللي تحتاج تقويم وما تتعالج تصير أسوأ مع الوقت. نعم. طيب اللي يتوجهون مثلا يبون يعدلون فك يعني في صعوبة من خلال التقويم فيتوجهون دايركت للجراحة، فمن اللي يحتاج الجراحة وقتها؟ عادة اللي يحتاج جراحة يحتاج تقويم معه، فنسميه التقويم نسميه التقويم الجراحي. نعم. الأشخاص اللي يحتاجون التقويم الجراحي هم الأشخاص اللي ما راح يستفيدون من التقويم بروحه. التقويم بس يعدل صفة الأسنان، تطابق الأسنان، ما يعدل تناسق الفكين. فإذا كان في فرق مثلا خلينا نقول الفك السفلي وايد متراجع أو وايد مجدم بحيث أن التقويم بروحه ما يكون كافي، راح يحتاجون تقويم. يكون همّاً على ثلاث مراحل، أول شيء تقويم، تالي الجراحة، تالي التقويم أساس، آخر شيء بس مثل ما تقولين التفاصيل النهائية. أي نعم. يعني ما نسوي تقويم إلا إذا كانت الضروس شوية مجدمة أو نعدل الصفة كثر ما نقدر. انزين في اسنان لازم نشيلهم؟ لازم نشيل صح؟ على حسب الحالة. طبعا احنا خلينا نياب كنا إذا ماني غلطان. ها؟ خلينا نصلح لك وايد معلومات. اي لا يقول لازم تشيل ويقعد يصف ويعدل. خلينا نصلح لك وايد معلومات. أول شيء احنا كدكاترة سواء تقويم أو غيره كثر ما نقدر نتفادى نشيل أسنان، لأن خلينا نتفق السن الطبيعي لا يعوض. لكن إذا في حالات تزاحم، إذا في حالات بروز، إذا يعني مثلا نبي نوصل حق نتيجة حلوة، تطابق حلو، نتيجة صحية، راح نضطر نشيل، راح نشيل. الأنياب. الأنياب ما نشيلها. الأنياب ما تنشال. كثر ما نقدر، كثر ما نقدر، مع ما يتحركون الابتسامة ما تكون حلوة
وبالانس ومتناسقة بدون الأنياب. بالضبط. أبو أنا اللي أعرفه أنه بس أسنان العقل اللي هم اللي يطلعون آخر شيء عشان نتجنب أنه يخترب الشغل مال التقويم ينشالون. لأن في حالات لأن في حالات مثلا بذات الأسنان السفلية تتحرك إذا طلعوا أسنان العقل. هذه معلومة كل يوم نصلحها بالعيادة. ما في أي دراسة تثبت أن ضرس العقل يأثر على الأسنان، يسبب تزاحم أو يخرب نتيجة التقويم. مو يكون عوي ويدز إذا كان عوي مبلى. إذا كان عوي ممكن يأثر على السن اللي قدامه، يسبب له تسوس، يأثر عليه، بس أنه يعدل الصفة لا، ما في أي. عين بسألك سؤال. يلا. طيب الحين دام طلعت المعلومة. لا عدت القاعدة بعد. طيب الحين عيل، شنو سبب تزاحم الأسنان السفلية بعد ما الواحد يحط التقويم وخلاص أخذ يعني طلعت النتيجة النهائية؟ عقب ما تمر كم سنة تتزاحم الأسنان السفلية؟ أول شيء خلنا نتفق أو سوري بعد إذنك ما أقطع كلامك لما تمه، أو ضرس مثلا من الأسنان اللي فوق يتحرك شوي يرد حق شكله القديم. خلنا نتفق كرول ان الاسنان تتحرك مع تقدم العمر، هذا شيء طبيعي سواء عالجنا اسناننا ولا لا. واول اسنان تتحرك هم الاسنان الاماميه اللي تحت. اوكي. الحين عقب ما نعالج التقويم فقره الريتينر. اوكي. وايد ناس على بالهم ان الريتينر يعني ما له ذات الاهميه، لكن هو وايد مهم حال العلاج نفسه. صحيح. هو اللي حافظ على الاسنان بمكانهم. طبعا كل مراجع يكون له رجيم معين، مثلا انا بالنسبه لي كل مراجعيني اركب لهم تقويم، اركب لهم ريتينر 6 أشهر فول تايم، 6 أشهر نايت اونلي، يكملون سنه بس نتفق. وكلنا احنا اخصائيين تقويم والسلك الثابت اللي داخل على حسب الحاله. نعم. بس كلنا اخصائيين متفقين ان اذا بتحافظ على النتيجه ريتينر از for life، يعني بعد السنة تلبس الريتينر، تختار لك يومين بالأسبوع بس ريمايندر أن هذا مكانكم. ريتينر is for life، فمعناته أن الريتينر لازم يتجدد كل سنة، لأنه هو يعني مع الاستهلاك يتلف. على حسب. نعم. على حسب. أي بس الريتينر is for life. حيال دكتورة، نبي منك نصيحة حق مشاهدينا بخصوص التقويم. بعطيكم نصيحة شيء in general. وايد 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 أحرص أولياء الأمور، بليز أخذوا عيالكم حق أول زيارة حق أخصائي التقويم في عمر 7 سنين، ممكن إنه يستفيد من العلاج المبكر ويتفادى وايد أشياء بالمستقبل. وهم بليز حرصوا على الزيارة الدورية حق تنظيف الأسنان وتشيكون على صحة الأسنان واللثة. وعيالكم بعد هلا هلا فيهم، ولازم الواحد يشيك عليهم ولا يقول لبنية ولا لا يشيك من وهو صغار. شكرا لك دكتورة. شكرا. يعطيك العافية. كل شكر دكتورة آمنة مطوع أخصائي تقويم الأسنان والفكين. إذا كان عملك هو القهوة فهذه الفقرة مناسبة لك، حتى تشاهد بهدف التعرف على مستقبل المستدام للقهوة في دولة الكويت. اليوم دور مقيم باريستا وعضو معتمد من المنظمة العالمية للقهوة المختصة. خلونا نشوف هذه الفقرة ونرجع لكم.